مين نادي القرن، الأهلي ولا الزمالك؟ الزمالك. نادي الزمالك هو نادي القرن. بالظبط. ده من وجهة نظرك. بالظبط. صح؟ ده من وجهة نظرك أنت. يعني ولا شايف إن ده في العموم؟ لا، هي من وجهة نظري. ومن وجهة نظر المنطق، ومن وجهة نظر العقل، يعني وجهة نظر كل حاجة. مين بقى، مين قال كده ليه بقى؟ يعني مين أنهي منطق وأنهي عقل يقولوا إن نادي الزمالك هو نادي القرن؟ بص يا ست، نادي القرن من المفترض ان مع نهاية كل قرن، يعني واحنا طبعا ما بنشوفش غير نهاية قرن واحد، بنشوف مين النادي الافضل اللي حصل على بطولات اكتر. بالظبط، اللي انجازاته اكبر. بالظبط كده. فنادي الزمالك مع نهاية القرن كان عنده 9 بطولات افريقية والاهلي 7 بطولات افريقية. فالزمالك 9 بطولات اكتر. كان كمان النادي حاصل على 4 بطولات دوري الابطال اللي هي البطوله الاقوى. والاهلي حاصل على بطوله واحده في حتى في القرن ده نفسه. الاهلي والزمالك اتقابلوا في السوبر الافريقي والزمالك كسب السوبر في جوهانسبرج في جنوب افريقيا يعني. فكل حاجه تقول ان الزمالك نادي القرن. الحاجه الوحيده اللي خلت الاهلي نادي القرن ان كان الحاجه الوحيده اللي الحاجة كان الوحيدة اللي كان المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي، يعني مسؤول رقم واحد يعتبر بعد عيسى حياته اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي في ذاك الوقت، كان عضو مجلس اداره النادي الاهلي. فعمل نظام كده خلى السبع بطولات اكتر من 9 بطولات. يعني شايف ان النادي الاهلي خد نادي القرن او المسمى واللقب ده، وشايف ان هو واخده بالكوسه يعني؟ واخده بسبب مسؤول في الاتحاد الافريقي ينتمي للنادي الاهلي. كوسه و ما هو المنطق والعقل ده معنى كلامك. المنطق والعقل كده، يعني مش عايز اقول كلمه يعني مش ظريفه، لكن المنطق والعقل بيقول كده. يعني اي منطق في الدنيا، يعني مثلا دلوقتي النادي الاهلي، طب وما اعترضتوش ليه لما نادي الاهلي خد اللقب؟ ساعتها ما اعترضتوش ليه؟ ساعتها ميرا ما فيش بقى ولا سوشيال ميديا. ده الكلام ده سنه 2000، يعني من 23 سنه. ما فيش بقى ولا سوشيال ميديا ولا في كلام من هذا القبيل يعني. طب بس ما انت اهلاوي اصلا. طب ايه المشكله؟ ده وانا صغير. انت في الاصل اهلاوي. وانا صغير. وايه وانا صغير؟ يا تهمه. لا، وانا صغير كان ابويا اهلاوي. انت قلت لا، انا انت قلت دلوقتي تهمه. قلت تهمه ليا طبعا. تهمه ليك. طب دلوقتي تهمه ليا. تهمه ليك ان انت كنت اهلاوي ليه؟ لا، انا ابويا كان اهلاوي. ايه المشكله؟ تمام، وانا طلعت زي ابويا. اما كبرت وعقلت، ايوه، وفهمت الدنيا رايحه لفين، بقيت زملكاوي. غيرت دينك. لا لا، كانك بتقولي انا ابويا طلع مسلم فطلعت مسلم. لا، ايوه، دايما الابن هو صغير بيطلع زي ابوه. ايوه. وبعد كده ما كبرت بقى ايه؟ اكتشفت ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ لا لا لا، انتماءاتك اتغيرت. الزمالك في حته تانية خالص طبعا. بتتكلمي في ايه؟ هو انت زملكاوي ولا اهلاوي يا امير؟ انا ما الحمد لله. لا، انا مش فاهمك. انا لا ليا في ده، انا مع المنتخب. المنتخب كلكم بتقولوا كده. انا مع المنتخب، انا لا ليا في ده ولا ليا في ده. هعرف انت اصلا. اقول لك انا، اقول لك ليه. لان انا شايفه من وجهه نظري البسيطه جدا انه اللعيبه بتلعب وبتكسب فلوس. الحكام بتحكم وبتكسب فلوس. الاعلاميين اللي بتوع الكوره الرياضيين بيطلعوا وبيكسبوا فلوس. الجماهير بتكسب ايه بقى غير الضغط والسكر؟ ما لهاش علاقه. كل الناس بتكسب فلوس. دي وجهه نظري. انا اشجع مصر. ما الجماهير بتشتغل وتكسب فلوس. انا اشجع مصر. انا اشجع مصر واشجع اللعبه الحلوه. واشجع اللعبه الحلوه. خلي بالك انا مذيع زيك. طب استنى بس، خلينا ما نفصلش من النقطه اللي كان بيشجع مين؟ والله ما اعرف. طب والله العظيم ما اعرف. تحلفي بالله؟ والله.